لاسئله المشاهدين النهارده. الاسئله مهمه جدا، واول سؤال بقى انا بعاني من الموضوع ده زيها بالظبط. نورهان سامي بتقول ايه اسباب ظهور كدمات في الجسم ما بيكونش فيها وجع؟ يعني انا فعلا اوقات، وعلى فكره دي كومن كتير بين البنات تحديدا، بتصحي تلاقي حته كدمات في جسمك في اماكن متفرقه، ممكن لونها يبقى غامق شويه، ممكن لونها يبقى مزرق. طب ايه الموضوع ده؟ وبعدين تروح، وبعدين فجاه تلاقي الموضوع راحت خلص. ممكن يبقى من احد الاسباب نقص فيتامين سي. نقص فيتامين سي بيعمل ده. اهم حاجه نطمن على الدوره الدمويه، ونطمن على السيوله بتاعتنا صح، ونطمن على معدل السكر في الدم. وقتها اقدر اقول ممكن يبقى من احد الاسباب نقص فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا كمان لالتئام الجروح. يعني وفيتامين سي مهم ساعات لما بنيجي نغسل سناننا نلاقي دم بيبدا ينزل من اللثه، ممكن يبقى نتيجه نقص فيتامين سي. فيتامين سي مهم لاعاده امتصاص الحديد ولتعزيز امتصاص الحديد، لان الحديد لا يمتص، المعده بيبقى تقيل جدا على المعده وبيبقى صعب امتصاصه، فلازم يتاخد معاه ميرج فيتامين سي. فممكن يبقى من احد الاسباب نقص فيتامين سي. انا عندي داخل الف مالتي فيت فيتامين سي 500 ملي جرام، انا عندي لغايه 1000 اخد في ملي جرام في اليوم. طب لو سالتك مثلا، هل ال 500 انف لحد بيعاني من المشكله دي اللي هو نقص فيتامين سي، ولا بيحتاج بلس ال 500 ملي جرام حاجه كمان؟ 500 ملي جرام انف، يعني ما عنديش مشكله، بس انا ممكن لغايه 1000. يعني لو عايز يزود الفيتامين سي موجود في الجوافه، موجود في الطماطم، موجود في البرتقال والليمون، كل الحاجات دي. على طول بقول ان المكملات الغذائيه الاحسن ان احنا نغير برضو اللايف ستايل بتاعنا. يعني الاحسن ان احنا ناخد الف مالتي فيت ونغير برضو طريقه اكلنا، ان احنا نحاول ناكل مع الاكل خضار كفايه، الكربوهيدرات مهمه جدا، ما فيش حاجه اسمها امنع رز ومكرونه تماما، الجسم محتاج لو كربوهيدرات، كربوهيدرات مهمه جدا. لازم نشرب ميه كويس قوي برضو، لازم ننام فترات كويسه. بس مش زيي بقى، لان والله العظيم بقى اوقات بقول يعني انا جايه هنا الدنيا انام اكتر ما بعيش. لا في ناس كتير زيي، خلي بالك. يعني فدي برضو ليها طبعا اسباب كتيره، بس لا يعني النوم اللي هو اقل هو فعلا 8 ولا 12، عشان ناس تقول لك لا تنام من 10 ل 12، ولا تنام من 8 ل 10، ولا من 6 ل 8. 12 ساعه يبقى هتعيش 12 ساعه؟ لا 12 ساعه ليه 12 ساعه؟ يا لهوي، ولا هنشتغل امتى ونعيش في الاجازات هنعيش امتى؟ الحياه انا عايشه الحياه نايمه كده يعني. انا جيت انام والله، انا مش هبقى تقيله عليكم يعني. لا هو 8 ساعات حلوين قوي، 8 وخلي بالك برضو. النوم بيجيب نوم يعني، ما دي حقيقة. يعني مش 12 ساعة، ايه ده؟ يعني ده انا هصحى اتغدى وانام. بس حسب السن، يعني في ناس بتنام كتير لو هي مثلا سنها اكبر او صغيرة. لا هو 8 ساعات ده الايديال، والايديال ان يبقى خلاص بالليل 11 نبقى خلاص نايمين. انا ما بحاول اعمل ده، يعني انا ممكن اكون بتاخر شويه، بنام الساعه 1 2، بس ده مش حلو، محدش يقلدني. ننام الساعه 11 نكون نايمين، عشان بالليل بيحصل حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن للجسم، طرد السموم بالليل. والخلايا المناعيه وكرات الدم البيضاء الجسم بيتحفز على انتاجها بالليل، فلازم ننام 11 نبقى نايمين. انا عندي سؤال، هو الجسم بيعرف منين ان احنا بالليل اصلا؟ والله دي بقى من عند ربنا. مش ده سؤال برضو؟ ها.